احنا معانا على التليفون الاستاذ عبد المنعم ابراهيم حسين سلامه، هو نجل الست فرحانه حسين سالم، واحده من بطلات مصر وبطلات حرب اكتوبر. اهلا 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 بيك يا استاذ عبد المنعم. اهلا بيك يا فندم. ازاي الحال؟ كله تمام الحمد لله يا فندم. كل سنه حاجه فرحانه طيبين. اخبارها ايه؟ طمنا على الحاجه فرحانه الاول. والله الحمد لله الحمد لله، يعني في فترة بس الأخيرة دي تعبانة صحيانة شوية، بس الحمد لله يعني ربنا يشفيها ويعافيها، يديها الصحة ويشفيها ويعافيها ويدي البركة ليها في العمر وفي الصحة جميعا يا رب العالمين. اللهم آمين. قول لي يا أستاذ حسين، يعني الست فرحان احنا كنا بنتكلم على حكاوي وبطولات، كانت تحكي لكم إيه عن الكلام ده؟ والله يا فندم، هو يعني الحاجة والدتي من المناضلات اللي يعني كانت تعبت كتير جدا في حياتها في نقل المعلومات السرية والخاصة من الجانب الإسرائيلي إلى الجانب المصري، فكانت بتنقل كل المعلومات يعني بتوردها إلى الجانب المصري أثناء الاحتلال الإسرائيلي يعني. فكانت في فترة من الفترات كانت هو عبارة عن مجموعة يعني منظمة بتشتغل كل واحد في مكانه، وكانت هي مهمتها انها بتنقل المعلومات دي. المعلومات السريه بتكون مكتوبه على شريط من القماش، بتقوم بالخياط عليها وبتطلع بيها، بتعدي بيها برضه وبتسلمها في القياده في مصر. الحاجه الثانيه برضه كانت بتعملها الحاجه فرحانه، ان هي كانت بترصد سيارات العدو وهي ماشيه. كانت طبعا أمية لا تقرأ ولا تكتب، ولكن كانت بتنقش على الرمل علشان تحتفظ بذاكرتها، تحتفظ يعني في ذاكرتها. وبعدين لما تروح هناك في القاهرة، طبعا كل ده يعني معظمه ماشي على رجلين يعني، هذا مرة سيارات ومرة جمال ولغاية لما تعدي. لما تروح هناك بتقوم بنقش كل اللي شافته على الرمل برضه، حتى يترجم من العبرية إلى المصرية عشان نشوف نحصر سيرة العدو وهي بتعدي. ده حاجة مذهلة جدا، حاجة مذهلة جدا. طب قول لي، يعني ما كانتش تخاف؟ ما كانتش تقلق؟ هي طبعا أكيد طبعا يعني بتخاف، لكن هي في هدف وطني عظيم هي بتقوم بيه، فلازم مكملة المشوار. يعني بتكسر حتة الخوف دي، بان في هدف خدمة الوطن ده بالنسبة لها حاجة يعني مقدسة، يعني هي مضحية يعني كانت من اصعب الفترات اللي عادت عليها لما تم القبض عليها من قبل القوات الإسرائيلية في كامب ابو سالم. فطبعا عرضوا عليها اغراءات كثير جدا طبعاً، حتى يعني تقول بالمعلومات اللي عندها. رفضت يعني، إلى أن هم عايزين طبعا أحد القادة الموردين اللي يعملوا في السر يعني من ضمن المجموعة منظمة سيناء العربية، فطبعا سيرتهم وقالت يعني ماشي وعدت على أساس أنها تكسر الموضوع وتمشي تعدي يعني، وعرفت أنها تفلت منهم والحمد لله. الحمد لله. طب يعني قول لي يا أستاذ حسين، هي الحاجة الوالدة يعني عارفة أنه جزء من بطولاتها اتعمل جوه فيلم، وفيلم كبير زي فيلم الممر؟ طبعا عرفت. طبعا بنحكي لها، والاستاذ ايهاب المالح يعني المراسل يعني كان قاعد معانا هنا فتره وخد معاه كذا لقاء يعني مسجل، وهي مبسوطه يعني. هو صراحه ربنا يديها الصحه، كل اللي يعني بتشكر اولا الجيش المصري، وهي من عشاق الجيش المصري. ثانيا انها فخورة بسيادة الرئيس، وأنه فعلا كرمها، وكانت فرحانة جدا بتكريم سيادة الرئيس ليها يعني. طيب الحاجة فرحانة، أهم حاجة أنها تبقى فرحانة ومبسوطة، ده يهمنا جدا والله. الحمد لله، ده يهمنا. ده حتى يمكن من أحد لينا العمليات اللي كانت بتقوم بيها، كانت ساعدت في وصول مطار خريطة مطار الدورة. ياه. قول لي، هي الوالدة عملت يعني فضلت انها تقوم بمثل هذه العمليات البطوليه والفدائيه من سنه كام لسنه كام؟ والله اقدر اقول لحضرتك في اثناء يعني الفتره اللي هي قبل حرب 73، يعني من ايام حرب الاستنزاف، من بعد 67.
في الفترة دي كانت يعني في الله مجموعة أكبر. من ال من ال يعني من البدو كانوا بيشتغلوا مع المخابرات المصرية، في وكل كل واحد بيكون في مهمته، طبعا في حد بيجمع المعلومات، في حد بيمشي بيصور حاجة زي كده، يعني كله بيشتغل في خدمة الوطن. صحيح صحيح. أنا بشكرك جدا يا أستاذ حسين، ربنا يديلك الصحة وسلم لنا الله على الوالدة يسلمك، وبوس الله إيديها يخليك. بالنيابة عننا، وربنا يا رب يديها الصحة. كان يمكن حديث وإن كان قصيرا لكنه أعتقد مهما وملهما مع الأستاذ حسين ابن ستنا الحاجة فرحانة.